اخذ 30 يعني الصوت 30. وتعلمكم اليوم فيديو حداق. حاليا الساعة تقريبا 2:30 هي 3 العصر. قلنا بنغير جو شوي عشان اجل الهواء. بنعرفكم اليوم على الطاقم اللي هو عندنا ابو حمد. يلا زيوني اثنيناتهم. معنا اليوم عبد العزيز ابو عنين محترف الكاستنج والتثبيطية. عندك شو تثبيطية ولا لا؟ بعدين عنده ترى معكم منه. اذا صدنا صوره من عنده بنحط لكم ان شاء الله على الشوشه. طبعا اليوم في فريق كاستو جيجينج اللي هو ابو حمد ويا عبد العزيز وانا وزياني. ان شاء الله راح نحدق على ربيون صغير. ربيون الصغير ان شاء الله نحدق على ربيون. فحصور لكم كل شيء باذن الله. لا تنسون لايك سبسكرايب للقناه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وكلنا على الله. طبعا بدايه نبي بوار طاقه الاخ المضروبه زينه ويا الهريس من اللمه قراضي. دوم بداية ما شاء الله شغلهم ممتاز يعني ما يحتاج. ان شاء الله ابو حمد بحره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كفو 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 بس بطلع لي ذي حصلونا سنوره بس ما كمر لعبتي صالونه. سلام وقت لو حرني سلام. البعنين بدلنا شوي على الحدوق مندرة ما شاء الله حلالي. كفو عليك من اول قطة. سلام شو حدوث بيان شهاديد والثاني شنو درقبات السلفر الفضة. سلام خوش حجم بياني صايد. واحد يقول اتوقع قرقبونه ما شاء الله بزيمية أم اللبن ما شاء الله حجم طيب. كفو يا زياني على الخيط الحمر. ها سهل سهل. طبعا مثل ما تشوفون راح يكون هداق نمر ربيان ما شاء الله قرقفان يضرب عندنا ولا يعوب. رويكم الحين أول ما يوصل القوع سيد النقدي. شبك على ريلنا. طبعا خيط 30 ميادير صغار مو لا عشان من يجي سيدي يبلع. هذا هو النقبزه ما شاء الله في حجم زين ذي. بعد ننطر يكون رسمشتين يضربون على الميدارين نسميهم حلالي. حلالي يعني سمشتين صيدهم ويا بعض. كنا واحد خلونا نشوف القرقفان على الربيان زوينة يعني الصغيرة ذي نرجها بحر. هذه نرجها ان شاء الله بدي اكبر منها. هذا ربيان يا جماعة نلبس المدار. المدار الثاني على نفس الخيط الطريقة. طبعا العمق تقريبا 11 متر ونهاية الشتاء حاليا في البحرين. تجي السمك يظهر شوي شوي صار القوع. الحين ان شاء الله بدا النقد. هذا هو يبلع. يلا يلا اوبا يلا ان شاء الله. هاي قرقفان حجم زين. طبعا طريقة يبدون فيها المدار من هنا يودون من فوق عقب
يمسكون هذه الطريقة. عندك بعد؟ لا. ها. طاقة قوية ذي. يا الله. أوه هذه حجم شوي أكبر من المساعة. إن شاء الله يسحب بعد. خلونا نشوف. شحذوذ. شحذوذ صغير شعري. من كذي تلة قوية. شحذوذ ولا ربيب؟ لا شحذوذ. تمعنا الربيب ليش لا؟ من الشمس طقع فيه. ان شاء الله ايه. هذا شحذوذ. زياني. هم اللبان ولا شنو؟ ما شاء الله قرقفانه. كفو خوش شيء خوش شيء خوش شيء. الحين وصل القوة. ها النقد موجود. ايه عفو عليك. اوه مع التصوير هذه حلو. اوه اكو معلش مصور. لا قرقفون شيء. شحذوذ زين. هذه شحذوذ العدل من بلعيمة. معترض. شوفوه. هوب. الله مش ممكن. مش ممكن عليك. شهرام الحدود. اوف. هذه هذا اتوقع ربيبه يا جماعه ما صار شيء سحبت. ها ما يندرى صراحه سحبت من يدي. ما يندرى شنو يا معترض. انا مش عارف شنو. هوب طبعا. ها شعري ولا شنو شحاذيذ. اوه حلالي شحاذيذ ما شاء الله. خوش شيء خوش شيء. بخشين بعد يا ابو حمد بخشين. توم توم يا ين توم. بطل انت لازم ابو حمد بس اذا مالك شغل. ما شاء الله. حي 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 حيك. لا لا ما ابيع انا. طلع باطنك كله علينا. بال دخل نطلع سوق ما نجح. يرضى عليك ما نجح شعري. اخذ 30 يعني الصوت لازم يطلع. شوف شنو هو. قطعت شنو. ما شاء الله شهدوه. حلالي ها من كذي حلالي. ما شاء الله هذا زين. صور وياه يا ابوي وحش. ولا بلا ما شاء الله. اتوقع احسن شيء حاليا. هي اكبر سمكه في العالم. انطلع. انا صغر اخوي. ايه اوف ما شاء الله ما شاء الله. كفو كفو. الله يعافيك الله يعافيك. حلولي او حلولي. سمينه سمينه. يوم يقرقفون ما شاء الله اكبر من يدك ما شاء الله. طيب متى يطلع خليك على اللاين. ما شاء الله
اي ما شاء الله عود. وين هي اسمك؟ اوكي. صح؟ اي ما شاء الله لا اكبر من يده. يطيح عليها. هاي ابو عنيد ايش رايك؟ القفاله. انه شحم ها؟ تبرك تبرك. جامبو جدا يوم ما شاء الله يوم القرقفان عالمي اليوم اكو بعد خذ يمين يا ما شاء الله القرقفان يا جماعه يربيون ولا خلاص؟ إيه كم الحبة؟ هذه جماعة شين هذه أوه أقول راح على فوق آه دردمانة شو ها؟ خلاص على آخر ربيان اللي بقى ترى طقت بيرفكت. رب العالمين اليوم الصيد وفير جدا في سبيت القرقفان راح اوريكم الصيد على السريع احجام طيبه ما شاء الله متى بنخلص من ما شاء الله نفسنا من هالدم ما شاء الله هاي بدنا نسوق ليش؟ اوه اكيد سوق الحج اكيد نروح يعطيك العافيه ابو حمد طبعا كان ويانا اليوم ابو حمد عبد العزيز عليك بالعافيه شاي الحمار وزياني صغير ابدع اليوم دايما بالواحده عقب كله بالحلالي وساكت ما يقول بعد يلا الحمد لله رب العالمين اهم شيء لا تنسون لايك سبسكرايب للقناه وتشوفكم على خير ومع السلامه